الغربة بتبتدي من اليوم اللي انت بتقرر فيه تودع اهلك وتروح بلد جديدة ما انتش عارف حد فيها وربنا كاتب لك فيها رزق. احساس الغربة بيبتدي معاك من اول ما الطيارة بتنزل البلد الجديدة وتبدأ تتعامل مع الناس اللي انت مختلف عنهم. الاختلاف ممكن يكون في لهجات، ممكن يكون في شكل ولون، ممكن يكون في حاجات كتير جدا بسيطة جدا بس بتحس بيها من اول ما تنزل المطار. احساس قاتل اول ما بتوصل الاوتيل وتقفل على نفسك باب غرفتك وتبدأ تفكر، القرار اللي انا خدته ده صح ولا غلط؟ هل قرار الاستقالة من الشغل كان سليم ولا لا؟ هل هلاقي شغل ولا لا؟ ايه التحديات اللي مقابلاني؟ هل هعرف اجر سكن ولا لا؟ كل دي اسئلة بتيجي وتروح في دماغك بس خلاص يا معلم انت خلاص دخلت المطحنة. اهلا وسهلا بي. في الفيديو ده هحاول اقول لكم ايه الحاجات اللي احنا بنكسبها من الغربة وايه الحاجات اللي احنا بنخسرها من الغربة. امسك كده قلم ورقة عشان تبقى عارف هتخسر ايه وهتكسب. اول حاجة بتحس بيها وبتخسرها في الغربة من اول يوم هو اهلك، ابوك وامك، اخواتك، كل ده بتحس ان هو مش موجود. ومهما كان التواصل الحديث والتكنولوجيا مسهلة التواصل المرئي والصوتي برضو، فده ما يعوضش ابدا وجودك معاهم واحساسك بيهم. الموضوع بيكون اصعب لو انت عندك اسره صغيره واضطريت ان انت تسيب مراتك واولادك، كده الموضوع بيبقى فعلا اصعب بكتير جدا لان مش بس ابوك وامك، انت كمان سايب زوجتك واولادك. الموضوع بيزداد صعوبه وبيكون اشد خصوصا لو والدك او والدتك مريض، خصوصا ان انت محكوم ببعد مسافه ومده اجازات معينه في السنه ما تقدرش تاخد اكتر منها. للأسف بيفوتك لحظات مهمة جدا زي لحظات مرض أقرب الناس ليك، ولا قدر الله لو اللحظات دي انتهت بالوفاة وارد جدا ما تحضرش عزاء. بيفوتك لحظات فرح كتير جدا، بتخسر انك تشوف مثلا فرد جديد جاي من أفراد الأسرة، بتخسر لحظات حلوة مع أصحابك، بتخسر طقوس دينية متعود عليها، ولو قاعد في دولة غربية زي هتخسر الصوت ده، ودي خسارة مش بسيطة أبدا. بتخسر انك بتتخلى عن العشوائيه، بتتعود على نظام بيبقى صعب ان انت ترجع لبلدك وتتاقلم معاها تاني. النظام ده بتخسر انك طول عمرك بتفضل حاسس انك وحيد، وما بترجع بلدك لو فكرت بعد سنين الناس خلاص تعودت على غيابك فهتفضل طول عمرك وحيد. حياتك بتكون اشبه بباص ستوب، ناس بتيجي وناس بتروح. في خطر بيبقى موجود على اولادك والثقافات محيطه بيهم انت ما انتش عاوزهم يعرفوا عنها حاجه. بتخسر اكل محبب جدا الى قلبك مش بتلاقيه في الغربه. اكتر والذ حاجه هتخسرها هي مدام عناد بتاع الدور السابع. طيب بتكسب ايه بقى من الغربه؟ بتكسب مستقبل نسبي افضل لاولادك، بتكسب مستوى دخل اعلى وفلوس اكتر، بتتعلم مهارات اكتر. اكتر مهارة بتتعلمها في الغربة هي مهارة الاعتماد على النفس. لما بتشوف عربيات الشرطة في اي مكان بتحس بالامان. بتكسب باسبور قوي يسفرك اي مكان. هتكسب مناظر طبيعية وحاجات انت مشفتهاش قبل كده. هتشوف طقس مختلف تماما عن الطقس اللي انت اتعودت عليه. هتشوف مناظر ما اتعودتش غير ان انت تشوفها في الديسكتوب. تندمج في ثقافات مختلفة وتتعامل مع ناس من جنسيات مختلفة، وهتاخد خبرات حياتية كبيرة جدا في الشغل. هتكتشف ان السوشي ممكن يتباع عادي زيه زي اي وجبة ب$30 و$40، مش مميز عن غيره، مش ب600 جنيه ولا. هتكسب انك هتشتري البراندات اللي انت كان نفسك فيها كلها وكان تمنها مغالى فيها، بالعكس هتكتشف ان اتضحك عليك في كتير من تمنها. لا انت كمان هتشتريها ب$5 و$10 عادي. هتكتشف انك من اول يوم بتتعامل كمواطن وان باص المدرسة ممكن يكون ببلاش عادي. هتكتشف انك كنت بتدفع 30 و40 و50 الف في مدارس وتعليم مع انك كان ممكن تاخد ده ببلاش. هتكتشف ان انت عشان تمارس رياضه وهوايات جديده مش محتاج تدفع الاف الدولارات. هتكتشف ان الناس بتحترم قوانين المرور، ان مفيش عسكري مرور عند الاشاره. ولادك هتتعلم لغات كتير وجديده، هتتعلم ثقافات مختلفه، بس نصيحتي ليك ما تخليهمش ينسوا العربي. هتتعلم ان ممكن تبتسم في وش واحد بدون ما يكون في مقابل، وان الناس بتعمل ده عادي جدا كل يوم. هتكتشف ان في حاجه اسمها شغل تطوعي وخدمه للمجتمع، ومش لازم يكون لها مقابل، وان الناس بتعمل ده بحب. تكتشف ان الدولة بتحاول تدعم الطبقات الفقيرة، وان الناس متقاربة جدا في المستويات، وان اي شغلانة هتعيشك حياة كريمة. تكتشف ان الحيوان له حقوق وبتعامل معاملة كريمة جدا ويعتبر فرد من افراد الاسرة. تكتشف ان الخدمات الحكومية ما ينفعش تأخر عن ميعادها. تكتشف ان في حاجة اسمها ضرائب وان صعب جدا ان انت تهرب منها. تكتشف ان انت تروح اي مصلحة حكومية تخلص شغلك في دقيقة، وممكن كمان تتعامل اونلاين وانت في البيت. اكتشف ان اسعار العربيات رخيصه. اكتشف ان التامين ده داخل في كل حاجه في الحياه كانه اكل وشرب. اكتشف ان انت عشان تعمل بيزنس مش لازم تبقى ملياردير. رغم كل المساوئ اللي انا قلتها في البدايه وان الكفه بترجح الى انك ما تسافرش، لكن انا بقولك سافر لانك هتكتشف اهم حاجه، هتكتشف نفسك.